بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الآلي في برنامجكم ملك وكتابه ضحك ولعب وجد وحب وقالوا احمر الخدين ابراهيم اهلا بيك يا باشمهندس اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابه وحلقه تحمل الرقم 522 والمهندس عدل بادئها بالغنى ايه يعني عندليب بقول لك انا حلو قوي انا بشيل هم البرنامج اللي بيجي بعد ماتش فلما ضبط المزاج فلما البرنامج ينصف الماتش ينصفك يعدل لك المزاج وبعدين وانت بتتابع بقى تبص تلاقي ايه الانفعالات طول الماتش مذبذبه اه الناس عايزه الكمال هو دي مشكله الاهلي يحاسب على الكمال مش بيحاسب على انه بيلعب كره قدم زي ما خليق ربنا لا على الباص هو اللي اتقطعت واللي اتعملت واللي ضاعت لازم يضيع فرص يعني انت جاب ثلاث تجوان والناس ايه تقول لك سته اه بس جبت ثلاثه عشان كده هي